اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا سميع الدعاء، اللهم يا سميع الدعاء، ادفع عنا البلاء، وعافنا من كل داء، وامنن على جميع المرضى بالشفاء، وامنن على جميع المرضى بالشفاء. اللهم اشف كل سقيم، اللهم اشفنا بشفائك، وداوينا بدوائك، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا صالحا يرضيك عنا. اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى،
ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل توبتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الفائزين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة ولا نصيب فيها لأحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا
وجميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحافظا ومعينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب اللهم تقبل منا يا كريم، وتب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أدب القرآن وخلق القرآن ورحمة القرآن وبركة القرآن، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.